مشاهدينا الكرام، بنرحب بالسيد اللواء طبيب رضا الهميمي مدير مستشفى الجلاء للقوات المسلحه. اهلا بيك يا فندم وتحياتي. اهلا بحضرتك سيد اللواء رضا. عاوزين نعرف السادة المشاهدين مشتملات واقسام اللي موجوده هنا في مستشفى الجلاء العسكري. تمام، لو اتكلمنا عن مستشفى الجلاء فنقدر نقول ان هو المبنى الرئيسي في الصرح العملاق اللي هو مجمع الجلاء الطبي للقوات المسلحه اللي احنا موجودين فيه دلوقتي. اللي احنا موجودين فيه. تمام، هو بيضم 11 قسم معالج مع عدد كبير جدا من غرف العمليات المختلفه كلها كبسولات، مع عدد كبير من الرعايات المختلفة، ثم الأقسام المعاونة زي المطبخ اللي بيخدم على كل مجمع مع المغسلة مع التعقيم المركزي اللي موجود. أهم الأقسام العلاجية اللي موجودة في المستشفى ست اللواء؟ والله احنا بنتميز الحمد لله ان احنا عندنا تقريبا كل الأقسام الطبية اللي حضرتك ممكن تتخيلها. تمام، بداية من قسطرة القلب، ثم قسم أو مركز العالمي بتاعنا لجراحات القلب والصدر مفتوح، عندنا وحدة المناظير الطبية بالنسبة خاصة بالجهاز الهضمي. تمام، كل أنواع المناظير حضرتك اللي هي سواء مناظير القولوني أو الأبر اللي هي مناظير الجهاز الهضمي. الجهاز الهضمي بالكامل. تمام، بما فيهم حضرتك المناظير اللي هي مش هتلاقيها في حتة تانية زي مناظير الجهاز الهضمي الأمعاء الدقيقة. أنتم متميزين هنا يا ست اللواء. بالظبط. تمام، بالظبط. ثم بننتقل بقى سعادتك لاسم الرمد، ثم اسم الأوعية الدموية، تنقلا باسم العصبيه والقسطره التداخليه بتاعه الجلطات المخ والعصبيه والاشعه التداخليه اللي موجوده. بنتميز برضو ان احنا عندنا يمكن اقوى مركز اشعه تشخيصيه وعلاجيه موجود يمكن في المنطقه كلها، مع كل احدث التقنيات في الاجهزه الرنين واجهزه المقطعيه والاجهزه جهازات الاشعه المختلفه اللي ما اعتقدش ان احنا ممكن نقارن باي مستشفى موجود في المنطقه. ده اكيد يا فندم يعني جه بعد مجهود كبير من تاهيل الاطباء والعنصر البشري والتمريض هنا داخل المستشفى. والله القوات المسلحه ولاده زي ما بيقولوا. يعني حضرتك احنا مش بس الامكانيات المعدات، لان المعدات فلوس اللي هي اجهزه يعني. بالظبط، لكن العنصر البشري دي اهم حاجه. تمام، احنا مستوى هرمي حضرتك، بمعنى سعادتك ان احنا في زي ما احنا عارفين القوات المسلحه بتدينا دلوقتي كليه الطب، بتخرج عناصر متميزه. تمام، ثم بعد كده سعادتك احنا بنبتدي نحصل على طالب خريج كليه الطب، بنقول ان هو الى لحد ما وصل عندنا هو السل لسه طالب، لان الدكتور بيتم تدريبه وتعليمه بعد التخرج اكتر من فتره الدراسه في الكليه. تمام تمام. قول لي سيادة بقى، التعاون بين المستشفى والمستشفيات الاخرى اللي موجوده هنا في المجمع او خارج المجمع وبين كليه الطب لتبادل الخبرات في هذا المجال يعني. تمام، هو القوات المسلحه بالكامل بتشتغل كتيم ورك. تمام، احنا مش منفصلين عن القوات المسلحه. تمام، بمعنى سعادتك ان احنا في تبادل خبرات وفي نفس الوقت في بيتم ايفن حتى بعد ما الدكاتره بيستقروا عندنا في محاضرات بتتم في داخل كليه الطب، وفي زي ما بيقولوا ورك شوب بيتعمل عندنا وعندهم، بحيث ان في تعاون مستمر بين كليه الطب وبين المستشفى او المجمع بالكامل لرفعه كيان المجمع الطبيه والهاند سيرجري، ان انا اقدر ان انا اوصل بالجراح ان هو يقدر يعمل على موديل العمليات اللي ممكن بعد كده هيعملها اللي هي متفرده او العمليات. تمام، اللي هي متفرده في احترافيه يعني في بالظبط كده. تمام، قول لي سيادتك ست اللواء رضا يعني الجديد بقى اللي هيضاف هنا داخل مستشفى الجلاء. تمام، احنا عندنا الحمد لله تعالى ان احنا تم تجديدات عنيفه جدا في المستشفى. المستشفى دي مبنيه من سنه 89، ففي تجديدات مع تجديدات اللي حصلت في المجمع كله، توسيعات اللي حصلت في المجمع كله، فعندنا الحمد لله تم تجديد الاستقبال بالكامل بقى على احدث التقنيه، استقبال الحالات المدنيه والعسكريه على قدم سواء. ولازم نفهم ان احنا البشر هم البشر بالنسبه لنا، عسكري مدني، احنا بالنسبه لنا بنعامل المريض هو مريض. التسهيلات اللي بتقدموها لاهالينا المدنيين اللي بيترددوا على المستشفى هنا ست اللواء رضا؟ اي حد مدني هو ابن مصر، فبالتالي هو ابن القوات المسلحه. تمام، فبيجي بيعامل معامله العسكري بالظبط وبياخد كل التسهيلات والاجراءات. اول اجراء هنا لو في مريض مدني أول بيتردد طبعا مع قصه الكورونا اللي احنا فيها ديت، فبيتعمل الاجراءات الاحترازيه بتاعه الكورونا. مش عايز اقول لحضرتك ان هو وجوده في الاستقبال مع كل الاجراءات الاحترازيه بما فيهم الاشعه المقطعيه والسي بي سي والتحاليل الخاصه بالكوفيد، بيتنقل السرير في ظرف ساعه ساعه ونص ماكسيمم، مع اخذ في الاعتبار كل الحاجات اللي تتعمل في حالته. يعني مثلا لو كان عنده مغص كلوي احنا بنبتدي نتعامل معاه في نفس التوقيت اللي هو بيتعمل الاجراءات الاحترازيه. تمام، العنصر التمريض يا ست اللواء رضا هنا بتاهله ازاي وبتعده ازاي؟
التمريض عندنا الحمد لله تعالى من احسن التمريض في الشرق الاوسط كله، لان احنا عندنا كلهم خريجين المدارس التمريض بتاعه القوات المسلحه، فهم مؤهلين لطريقه التعامل. في نفس الوقت الطاقم الطبي اولويز باستمرار في استمرارية في التطوير، بيبقى في تريننج. تمام، انا بشكرك، والنهارده كلمه توجهها للمرضى المدنيين المترددين هنا على المستشفى. بقول لهم انتوا في بيتكم وسط اهلكم، احنا تحت خدمه اي مريض مدني عسكري وتبر ايه، اهو مريض وفوق راسنا من فوق وفي عيننا من فوق. انا بشكرك يا فندم. العفو.